مرة ثانية اسمحوا لي ان انا بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية اسمحوا لي ان انا ابدا كلامي بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على اللي احنا التوفيق الكبير اللي احنا بيتحقق لينا في كل الاعمال اللي احنا بنتحرك وبنسعى ان احنا ننفذها على كامل على كامل الاراضي المصرية. فالحمد لله رب العالمين. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها ومش عايز أطول عليكم أنا يمكن اتكلمت في في فكرة المشروع دوت وكلام كتير قلته أيضا مرتبط بممارساتنا تجاه الحفاظ على ما لدينا لللي اللي عندنا مش كتير قوي اللي عندنا مش كتير قوي إن إحنا يعني نهدره أو إن إحنا نضيعه يعني زي ما أنتم شفتم كده يتبقى حاجة هنا خلاص احنا يعني يمكن قدامنا شهور قليلة ونكون فعلا المطلوب في المرحلة الثانية اللي هو يعني كده المرحلة خلصت ان احنا خدنا المية اللي كانت بيتم إلقائها في البحر ونقلناها لسينا وبيتم معالجتها ثم دلوقتي بتتعمل المنشآت الخاصة بنقل هذه المية إلى الأراضي المستهدف في زراعتها فيتبقى ان احنا احنا بنتكلم في حوالي خمسمائة ألف فدان احنا هنقول للمواطن اللي عايز يجي يزرع هنا انت مش هتبذل اي مجهود غير انك انت تشتغل بس مش هنكلفك بمهام لان اللي احنا بنعمله ده الفدان هنا كده بالطريقة ديت معرفش الرقم تلتمائة ألف جنيه عشان نوصل ان احنا الفدان ده يبقى قابل للزراعه يعني تكلفة المنشآت ديت وبقية المشروعات الأخرى اللي بتتعمل لنقل المية أو شبكة الكهرباء أو المدقات والطرق أو حتى البيفوتات اللي هتيجي لصالح عملية أو تسوية الأرض يعني الموضوع على بعضه كله بالحسابات اللي احنا عاملينها ديت وبالحرص الشديد على ان احنا نضبط التكلفه بنقول الفدان هيكلف ألف جنيه. طب كان مين من المواطنين او المستثمرين اللي مستعد ينفق هذا الانفاق عشان انا اسف يعني في الاخر الفدان هيجيب له كام؟ انا هدفع ألف جنيه عشان ازرع فدان يجيب لي مثلا 15 -20 ألف جنيه؟ طب ده انا لو حطيتهم في البنك هيجوا لي هيجيبوا لي يعني فمش هيبقى عشان بس الناس بتقول ليه الدولة بتتصدى؟ الدولة بتتصدى عشان توفر وعشان تشجع وعشان تحقق التنمية المطلوبة وعشان ده دورها. لكن إحنا دورنا كمواطنين بقى هل الشركات الكبيرة مستعدة تيجي تخش؟ عشان بس ما حدش يبقى متصور إن إحنا بنعمل ده ومش عايزين نتيحه. أي مشروع من اللي إحنا بنعمله ده إحنا بنتمنى إن القطاع الخاص والمستثمرين يجوا يعملوا ويشتغلوا فيهم ياخد عشرة آلاف فدان ياخد عشرين ألف تلاتين ألف ده ما عايز ويزرع البلد تستفيد وناس تشتغل ويبقى فيه حياة